أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أكد حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للاستثمارات العالمية للوجود والتوسع في السوق المصرية، كما تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، إلى جانب تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية. وخلال لقائه وفد مجموعة استوال الصناعية الهندية للأسمدة، أكد الخطيب أن مجموعة استوال الهندية، والتي تعد من أكبر منتجي ومصنعي الأسمدة الفوسفاتية في دولة الهند، تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في مصر باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار وحجم إنتاج يبلغ 700 ألف طن سنوياً.